الصوت العالي الحازم. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. تكرار العبارات نفسها. حركات اليد التحذيرية. ليست أشياء ارتجالية أو عابرة، جميعها أساليب سيكولوجية يتبعها السياسيون عند إلقائهم خطابات تحمل في طياتها رسائل محددة. هذه الأساليب إن نجحت من شأنها إما رضوخ المستمع أو إقناعه، لكن الأساليب نفسها قد تنقلب ضد هؤلاء السياسيين. متى وكيف؟ فلنستعرض معا بعض الرسائل المشفرة في خطاباتهم ونواياهم التي فضحتها لغة الجسد والكلمات. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. لنبدأ بالمرشد الأعلى وقائد النظام الإيراني علي خامنئي. ظهر خامنئي في خطبة الجمعة في 17 من يناير، وهي الأولى له منذ 8 سنوات. تحدث خامنئي في خطبته عن مواضيع عدة، وحاول تدارك فتيل أزمة إسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري والمظاهرات الحاشدة التي عقبتها وطالبت بإسقاط نظام خامنئي. في خطبته تحدث خامنئي باللغة العربية، والسؤال هنا اشمعنى بالعربي؟ أود في هذه البرهة الحساسة من تاريخ هذه المنطقة أن يكون لي معكم أيها الإخوة العرب مختصر من الحديث. بحسب علم النفس، عندما تتحدث مع شخص ما بلغته الأم المختلفة عن لغتك، فأنت على الأرجح تريد تحقيق إحدى هاتين النتيجتين: إما أن تستميل الشخص وتكسب تعاطفه وتأييده، أو تظهر له بأنك تفهمه وتستطيع إرضاخه. نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على عوامل أخرى مثل نبرة الصوت والكلمات المستخدمة والظروف المحيطة ولغة الجسد. فربما أراد خامنئي بحديثه باللغة العربية بعث رسالة مربكة للعرب، وفي الوقت نفسه طمأنت الميليشيات التابعة له فيها. لكن السؤال هنا، هل نجحت استراتيجية خامنئي في خطابه؟ على الأرجح لا. تهديدات خامنئي أتت في ظروف حرجة، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني الذي كان يعتبر من أقوى الرموز في نظام خامنئي. هذه ليست المرة الأولى التي يتبع فيها خامنئي استراتيجية خاصة به عند إلقائه الخطبة. فقبل خطبة الجمعة برزت خطبة صلاة عيد الفطر العام الماضي، حينما حمل السلاح أثناء إلقائه الخطبة في إشارة إلى استعراض قوة إيران. في الجزء القادم سنستعرض خطابا من نوع آخر، كشف الستار عن واحدة من أكثر الفضائح الجنسية شهرة في تاريخ أمريكا السياسية.